الحلقة اللي فاتت كانت عن لماذا فشل نابليون، وأنا رغيت كتير في موضوع الحملة الفرنسية. اتكلمت عن ليه نابليون جه مصر في حلقة، اتكلمت عن مشروعه السياسي واللي حاول يبيعه للمصريين، والحلقة اللي فاتت كانت عن لماذا فشل هذا المشروع. قبل ما نسيب الحملة الفرنسية، أنا في رأيي تستاهل وقفة عن المشاكل السلبيات اللي عملتها والإيجابيات بتاعت الحملة الفرنسية، لأنها كانت اللحظة اللي أغلب الناس بتقول إنها بدت منها تاريخ، أو اللحظة التي عندها بدأت مصر الحديثة. وإن كان الناس اللي شافوا هذه السلسلة عارفين إن أنا بديت من قبل الحملة الفرنسية، بديت من عند علي بيك الكبير، لكن ده موضوع تاني. فقبل ما نسيب الحملة الفرنسية، إيه سلبيات هذه الحملة وإيه إيجابياتها؟ أول شيء سلبي في هذه الحملة إنها أريقة فيها دم مصري كثير، والمجتمع المصري ضرب فيها ضربات شديدة. فالنهاردة ممكن ناس كتير قوي بتنظر الحملة الفرنسية أحيانا بنظرات فيها تعاطف، تقول والله بس دول جم بعلم وجم بثقافة كويس، لكن كمصريين هذه لحظة أريق فيها دم مصري كثير. ولذلك تحت أي معيار أي حد ينظر في تاريخ مصر الحديثة، هي لحظة، دي لحظة حزن لأنه فيها دم مصري سالة. النقطة السلبية التانية في الحملة الفرنساوي أنه إحنا هنا في بدايات القرن 19، 1801، 1802، الاستعمار الأوروبي للشرق، الشرق هنا معناه أفريقيا ومعناه آسيا، كان لسه في بدايته. ممكن حد يجي يقول لا ده غير صحيح، الإنجليز كانوا راحوا الهند بقالهم فترة طويلة وبنوا وجود موجود في الهند شديد، ده صحيح، لكن عندنا على الأقل في أفريقيا على الأقل وفي الشرق الأوسط الاستعمار الأوروبي كان لسه في بدايته قوي. نابليون لما جه مصر اتكلم كتير قوي عن أهمية مصر الاستراتيجية، وهو كان عنده رأي، ممكن النهاردة حد يختلف معاه، بس هو وقته كان في رأيه أنه مصر واحدة من أهم، إذ لم تكن أهم بلد على خريطة العالم القديم، يعني خريطة أوروبا وأسيا وأفريقيا. هو في رأيه السبوت اللي فيها مصر تخليها أهم بلد استراتيجي. طبعا ده غير أنه هو كان عينه على أنه يقطع الطريق بتاع إنجلترا وأسيا، لأن وقتها الوصل ما بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر هو أسهل طريق ممكن يوصل بريطانيا إلى أسيا، إلى مستعمراتها في الهند. هو كان شايف من بدري قوي أنه مصر نقطة مهمة جدا في ضربه لمشروع بريطانيا. مشكلة هنا إيه؟ حقيقي حملة نابليون على مصر فشلت، لكنه فتح عين أوروبا وبالذات عين بريطانيا على أهمية مصر القصوى. النقطة دي هتهمنا قوي بعد 20-30 سنة. طبعا حد يقول هتهمنا قوي لأن بريطانيا احتلت مصر، بس بريطانيا احتلت مصر بعد ده ب80 سنة. لكن في الثمانين سنة دول، يعني بريطانيا احتلت مصر 1882، احنا هنا في 1801، لسه بدري قوي على احتلال بريطانيا. لكن في الثمانين سنة دول بريطانيا عمرها ما خلت عينيها تسيب مصر، ولعبت أدوار في غاية الأهمية في تاريخ مصر في الثمانين سنة اللي قبل ما تحتل فيهم مصر. فمن الآخر يعني نابليون فتح عين أوروبا وبالذات عين بريطانيا على أهمية مصر. هذه نقطة سلبية. طبعا النقطة الثالثة السلبية في الحملة الفرنسية أنه الأفكار العظيمة قوي اللي نابليون جاء بها إلى مصر بعضها فضل معانا في مصر، يعني في تجربة الحداثة في مصر في آخر 200 سنة، أفكار عن دور الدين في المجتمع مثلا. والفكرة دي واحدة من أهم الأفكار اللي أثيرت بشكل مهول في بدايات القرن 19 ومنتصفه وآخره وطيلة القرن 20، ويمكن لغاية النهاردة هذا السؤال مستمر معانا، مش بس في مصر، في أغلب المجتمعات الشرقية. المشكلة أنه هذا السؤال أثير في مصر، أول ما أثير على يد الحملة الفرنسية من وجهة نظر غربية، من وجهة نظر أوروبية. ممكن حد يقول ما فيش مشكلة في ده، ممكن، بس أنا في رأيي لأنها لأول مرة أثير هذا السؤال المهم قوي اللي معانا لغاية النهاردة،
أول مرة أثير من وجهة نظر غير شرقية غربية أوروبية فرنسوية، استمر تأثير وجهة النظر تلك في عقل كتير من المفكرين المصريين والشرقيين طيلة 200 سنة اللي فاتت. ففي جانب بوزيتيف، في جانب إيجابي على إثارة أسئلة مهمة قوي اجتماعية، لكن بالذات الأسئلة الحساسة جدا زي سؤال حول دور الدين في المجتمع، عندما أثير أول مرة من وجهة نظر غربية، أنا في رأيي أثر ذلك على تفكير مفكرين كتير في مجتمعنا في القرن 19 والقرن 20. آخر نقطة سلبية، أو طبعا في نقاط كتير بس يعني عشان ما لغيش قوي، إنه تجربة الحملة الفرنسية على مصر تجربة غريبة حبتين. يعني أي حد غاوي تاريخ دايما التجارب التقيلة في المجتمعات لها بداية وليها development كده تتطور، ثم ليها closure، ليها نهاية منطقية، فالناس تقول لك والله وانتهت عشان حصل ما عرفش. تجربة الحملة الفرنسية في مصر تجربة نهايتها غريبة حبتين. نابليون أولا اللي هو صاحب الحملة وصاحب الفكرة ساب مصر ومشي، هرب، يعني وقع الأمر، هرب، ركب مركب بالليل وراح هرب، رجع على فرنسا، قال thank you very much، شكرا جزيلا، ورجع وكان مهتم باللي بيحصل في فرنسا وقتها وبنى الكارير بتاعه هناك، وساب جيشه حتى في مصر، شيء عجيب يعني ويضحك في رأيي. الناس اللي فضلوا في مصر ما كانش عندهم لا مشروع، يعني ناس ماشيين كده بالمومنتم بقوة الدفع وخلاص، إلى أن جاءت بريطانيا وفي معركة عسكرية مهمة للغاويين تاريخ المهم أنهت الوجود العسكري الفرنساوي برا مصر على حدود مصر، وأنهت اتصال الجيش الفرنساوي الموجود في مصر بفرنسا. يعني مفيش إمدادات، مفيش حد يعرف يروح ويجي. من ناحية العسكرية دي كانت ضربة مهولة جدا، لكن الجيش ده مازال موجود في مصر. فمن الآخر الجيش ده عشان يسيب مصر اتفق مع انجلترا نفسها ان هي تنقله على مراكبها الى فرنسا. حاجة ربما تضحك، حاجة غريبة، لكن لأي واحد غاوي تاريخ تجربة بلا كلوجر، تجربة بلا نهاية منطقية اصلا. فده شيء غريب حبتين، انه حد يدرس واحدة من اهم حلقات التاريخ المصري لكن ما يبقاش ليها نهاية واضحة. ممكن حد يقول بس دي مش نيجاتيف قوي، يعني النقطة مش سلبية قوي، على الأقل نقطة غريبة حبتين في التاريخ المصري الحديث. لكن مع سلبيات الحملة الفرنسوية على مصر هناك عدد من الإيجابيات اللي في رأيي مهمة قوي. أول نقطة في الإيجابيات أنه الحملة الفرنسية على مصر كانت صدمة مهولة، لأن في الوجدان الشرقي والعربي والإسلامي والمصري آخر لحظة تعامل مع أوروبا كانت قبلها ب 300 سنة تقريبا، ممكن حد يقول تقريبا 350 سنة، اللي هي المماليك العظام اللي اتكلمنا عليهم في الحلقة اللي فاتت، حد زي بيبرس، حد زي قطز، قلاوون، دول ناس حربوا الجيوش الأوروبية اللي كانت جاية الشام أو جاية مصر زي حملة لويس التاسع مثلا، وغلبوهم، انتصروا عليهم. وقتها 300-400 سنة قبل القرن 19 هناك على الأقل باريتي، على الأقل هناك ندية ما بين الشرق، الجانب الشرقي، وما بين الغرب، ما بين أوروبا، ندية في كل شيء، ندية عسكرية، ندية اجتماعية، ندية في الثراء، ندية في التكنولوجي، يعني هو الآخر صحيح وإحنا الآخر بالنسبة له، لكن مفيش نظرة، مفيش فيها تعالي، مفيش فيها أن حد متقدم قوي وحد تعبان قوي، ما كانش فيه ده. لكن في 300-350 سنة اللي في النص لغاية لما وصلنا لنهايات القرن 18 بدايات القرن 19 إحنا اتبهدلنا قوي، اتبهدلنا قوي تكنولوجيا علميا. ولذلك الفرنسويين لما جوا مصر انتصروا على المماليك بشكل يضحك، يعني خدوا مصر كلها تقريبا بلا حرب، يعني تقريبا خدوها بمنتهى البساطة. الشوك هنا، الصدمة كانت مش مهم المماليك، الصدمة كانت للمجتمع المصري ووراءه كل مجتمعات الشرق، ان احنا اتأخرنا قوي يا جماعة. طبعا وقتها كانت صدمة وحشة، لكن انا في رأيي، وفي رأيي طبعا مليون الف حد تاني اهم مني الف مرة، انه اللحظة دي، الصدمة دي كانت هي بداية الحداثة فعلا، انه حد فوقنا برمى علينا مية ساقعة قوي، ده احنا كنا متبهدلين قوي.
فدي في رأيي أول وأهم إيجابية للحملة الفرنسية على مصر. النقطة الإيجابية الثانية ومترتبة طبعا عن الأولى إن خلت فيه نوع من الكريوزيتي، نوع من العقل استثار، إن هو فضول إنه إزاي الناس دي سبقت قوي كده، لأن إحنا من يدوب من 300 سنة، يعني مش يدوب قوي لكن يعني آخر فترة الوجدان العربي الوجدان الشرقي شاف في أوروبا كنا on par، كنا في ندية، إزاي بسرعة كده أو يعني إزاي سبقونا قوي للدرجة دي. فده خلق فضول مهول، استثارة عقلية للفكر إنه نفهم ليه أوروبا سبقت قوي كده. طبعا هذا لا شك يعني أنه نقطة إيجابية جدا في الفكر العربي والشرق. في نقطة إيجابية ثالثة، نقطة عملية، أنه نابليون جاء بحملة طويلة عريضة. هذه الحملة كانت حملة علمية كمان، عملت يعني مثلا في حاجة شهيرة أنه مثلا على سبيل المثال أنه شامبليون وهو عالم فرنساوي جاء، ده اللي هو اكتشف حجر رشيد، وبدأ أنه هو فيما بعد بعد الحملة الفرنسية بكتير، لكن ده اللي هو فك طلاسم اللغة الهيروغليفية، وده اللي عرفنا بعد ذلك أن احنا ازاي نقرأ ما هو مكتوب على جدران المعابد المصرية. لكن اللي عاوز أقوله أنه حملة نابليون كان فيها جانب علمي، بنى مستشفيات أو على الأقل أدخل طب جديد. على فكرة أغلب أو كتير من شوارع وسط البلد في القاهرة لغاية النهاردة متسمية على أسماء فرنسوية لسبب بسيط، لأنه دول ما كانوش جنرالات في جيش نابليون، كانوا علماء دكاترة مثلا مهندسين، بنوا حاجات عملوا مستشفيات. فكان في جانب عملي مفيد للمجتمع من هذه الحملة، مش بس أنه مفيد حد بنى مستشفيات وبتاع، لكن دخل فكرة العلم الجديد. على فكرة في ناس كتاب مصريين كتبوا عن ذلك بشكل رائع وأحيانا بشكل فني، يحيى حقي مثلا للغويين يعني كتب روايات جميلة نابعة من هذه الفكرة. مهم أنا رغاي، لكن في جانب علمي أفاد المجتمع كمان. في جانب آخر أنه نابليون زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت واللي قبلها جاء بجانب إداري جديد، يعني المماليك كانوا بيديروا مصر سبهللة، ما فيش أي نظام ولا بتاع. الراجل ده جه وقال في دواوين للحكم، في هنكتب القوانين، هتتوزع، في فلان مسؤول عن كذا، علان مسؤول عن معرفش إيه. فكر جديد لنوع من الإدارة الشرق ما كانش يعرفه. وعلى فكرة الدولة العثمانية نفسها في اسطنبول كانت غلبانة قوي في المرحلة دي، يعني هي نفسها ما كانتش متقدمة مثلا وإحنا متأخرين، لا. فالفكر الإداري الذي جاء به نابليون كان مفيد لفكرة بناء دولة حديثة، فده برضو فادنا. الفايدة الرابعة أو الخامسة أنه حتى الناس اللي رفضوا قوي حكم نابليون والثورة الفرنسوية والحملة الفرنسوية زي اللي اتكلمنا عليهم في الحلقة اللي فاتت، واحد زي عمر مكرم، واحد زي الجبرتي، والجبرتي ده رائع يعني هنتكلم عنه كتير، رجل عبقري يعني. الناس دي جزء من رفضهم كان نابع من بداية فكرة وطنية مصرية، يعني مش بس فكرة أن والله مجتمع غالبيته مسلمة بترفض حكم غير مسلم، مش بس أن مجتمع شرقي بيرفض حكم غربي، لا، بالإضافة إلى ذلك بداية بذور فكرة وطنية مصرية رافضة لحكم غير مصري عليها. ودي مرتبطة بآخر نقطة، أنه زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت إيه اللي وقع الحكم الفرنساوي في مصر؟ ثورات المصريين، والثورات كان لها سبب، لكن الثورات كانت شديدة، يعني القاهرة قامت مرتين بعنف رهيب ضد الحكم الفرنساوي. بعد لما الفرنساويين مشيوا وروحوا وسابوا البلد، مين اللي رجع؟ المماليك طبعا يعني. لكن لم تعد، نسيت المثل اللي يقولك معرفش ايه العادة لعادتها القديمة، نسيت المثل، لكن الفكرة انه لم يعد المماليك زي ما كانوا قبل الفرنساويين، لا، لانه المرة دي المصريين ثاروا على حكم اقوى 1000 مرة من حكم المماليك، اللي هو حكم المدافع الفرنسية الحديثة، حكم البنادق الفرنسية الحديثة. لذلك حتى مع عودة المماليك بعد خروج الفرنساويين 1801-2-1803، الفترة دي لم يستتب فيها حكم المماليك لمصر، لأنه كان فيه ثورة، كان فيه حركة رفض already ظهرة وكبيرة قوي. ولذلك المرحلة اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي 1802-1803-1804 فترة قلاقل،
فتره بيقولوا باللغه الانجليزيه فلويديتي، سيوله في المجتمع، وده اللي فتح الفرصه امام التغير المهول في السياسه في مصر اللي مثله محمد علي باشا. وده اللي هنتكلم عنه في الحلقه الجايه.